نعم صحيح أسمعك جيداً. نعم. رداً على سؤالك. نعم، سوف أعيد طرح السؤال عليك. كيف ننظر إلى الجبهات الثلاث مع الاحتلال؟ وهل تعد الجبهة اللبنانية هي الأكثر سخونة؟ في هذه الأثناء الجواب نعم، وخاصة بعد تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي رد على تهديدات جالانت بأنه سيقوم بإعادة لبنان إلى العصر الحجري. كان هناك رد اليوم من قبل حسن نصر الله بأنه سيقوم بتحويل إلى إسرائيل إلى العصر الحجري، ردا على ما كان من تهديدات. والواضح تماما من خلال التوترات الأخيرة بأن هناك محاولة إسرائيلية لتجنب المواجهة مع لبنان، ويظهر ذلك من خلال عدة معطيات، كان آخرها ما كان من اتهام إسرائيل للبنان بإرسال منفذ لعملية مجدو، وقد تم تكتيم بحظر عسكري من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية على تفاصيل الحدث الذي احتوى على متفجرات واجتياز الحدود ونجاح المنفذ باجتياز الحدود. الأمر الآخر ما كان من الخيام التي نصبت لمدة أسبوعين ولا زالت تشكل جدلا داخليا، ولجأت إسرائيل إلى الأطراف الدولية لتهدئة الخواطر كما تقول، بأنها غير معنية بتصعيد وتقوم بمحاولة الحفاظ على سيادتها كما تقول من خلال الجهود الدبلوماسية، وهذا يدل على أنها لا تريد أن تدخل في مواجهة عسكرية. وأيضا المعطى الواضح تماما من خلال المناورات التي قام بها كل من الجبهة اللبنانية وأيضا إسرائيل التي قامت بتدريبات عديدة على الحدود اللبنانية، وكان أيضا بالأمس أعلنت وسائل الإعلام العبرية عن إلقاء عبوة متفجرة، وقام الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار في الهواء حتى يتم تخويف العنصر من حزب الله، بالإضافة إلى ما نشر في وسائل الإعلام العبرية من توثيق لعناصر حزب الله اللبناني الذين قاموا بنزع كاميرات المراقبة من على برج عسكري على الحدود اللبنانية. نعم. إضافة إلى ما اتهمت إسرائيل به حزب الله من دعم جهة فلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية في خلال الاعتداء على المسجد الأقصى في رمضان، وكل هذه التي وصفت في الأوساط الأمنية الإسرائيلية باعتداءات حسن نصر الله المتكررة تدل على أن إسرائيل رغم ذلك أنها غير معنية بحرب، ويعود ذلك لعدة أسباب أبرزها الشرخ الحاصل في المنظومة العسكرية الإسرائيلية وعلى رأسها سلاح الطيران والجيش بشكل عام وسلاح الخدمة والاحتياط الذي أعلن تمرده بشكل واضح، بخاصة في ظل مدرسة الطيران التي هي لها مركزية وأهمية في صفوف سلاح الطيران، بالإضافة إلى ما كان من تصريحات إسرائيليين مسؤولين في الجيش يقولون لن نخدم في جيش يدعم الدكتاتورية وفي دولة وفي حكومة تقوم بحماية أشخاص كنتنياهو وترسيخ الفساد والمتطرفين كبن غفير وسموتريتش وأعضاء من الصهيونية الدينية والأحزاب اليمينية في الحكومة الإسرائيلية. وهذا يدل دلالة واضحة بأن إسرائيل غير معنية في مواجهة، وقد نشرت صراحة وسائل الإعلام العبرية وعلى لسان محللين كثر من الأوساط العسكرية وعلى رأسهم عاموس هرائيل الذي قال في تقديري أن إسرائيل تحسب مليا في الذهاب لجولة مع حزب الله، وحتى وإن كانت محدودة لأنها لا تعلم حيثيات سلاح حزب الله رغم ما نشر من أعداد، إلا أنها في سياق التكهنات، وخاصة أننا بعد 17 من الحرب ما يطلق عليه حرب تموز لبنانيا وحرب لبنان الثانية إسرائيليا، وما كان من خلال تلك الأحداث التي كانت هناك تحقيقات إسرائيلية أدانت أطراف إسرائيلية بأنها قامت بارتكاب حماقات ولم تقدر جيدا القوة العسكرية لحزب الله. نتحدث. نعم دكتور إبراهيم، أناقش معك موضوع